للأسف أنا مش لاقي المايك بتاعي، فأنا هسجل الفيديو من غير مايك. أرجو إن الصوت يكون كويس وواضح. طبعاً أنا غبت عنكم مدة طويلة قوي، بالضبط من يوم 27، يعني شهرين بالتمام والكمال. ما أقدرش أقول إن الوقت ده كان وقت لطيف، بالعكس كان من أصعب الأيام في حياتي. في الفترة دي والدي كان مريض جدا جدا، وللأسف يعني فاضت روحه الكريمة إلى بارئها يوم 5/8. فأنا من يوم 27/2020 ليوم 5/8 وأنا مع بابا. وطبعا كان الموضوع يعني كان صعب جدا جدا، وانا مش لاقية اي كلام يعبر عن الاحاسيس اللي انا عديت بيها في الفترة دي. مامتي كمان تعبت قوي 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 بعد وفاته، وده حط عبء اكبر، عبء نفسي وعبء عقلي وعبء جسدي جامد قوي عليا. ومعلش يعني انا سمحت لنفسي ان انا اخد وقتي في ان انا اخف، ان انا اهيل، يعني اتعافى، هي دي الكلمة الصح، ان انا اتعافى من الاحاسيس، من المشاعر، من الضعف، من الانكسار، من احساس الفقدان، من حاجات كتير قوي. النهاردة الصبح بدري وانا بجهز افكاري على اساس ان انا هكلمكم اقول ايه، اكيد طبعا هقول لكم انا فرحانة جدا جدا ان انا برجع اكلمكم تاني، وسعيدة جدا وممتنة، يعني امتنان مش قادرة حتى اعبر عنه للناس اللي بعتت لي مسجز، وناس اللي دورت عليا على السوشيال ميديا التانية زي الفيسبوك والانستجرام لما ما كنتش برد كتير على اليوتيوب. انتي فين؟ احنا عايزينك تبقي معانا، وحشتينا. في ناس يعني قالت لي ان هم بيتابعوني بقالهم فترة ولكن عمرهم ما بعتولي وعمرهم ما كلموني، وازاي ان هم نفسهم يبقوا جنبي في الموقف ده، وازاي انهم في سيدات لطيفات جدا جدا جدا. حسيت قد ايه يعني ان احنا لو في حيز واحد هياخدوني بالحضن ويطبطبوا عليا ويحاولوا يسروا عني ويطلعوني من اي حالة، اي حالة كرب انا كنت فيها. احساس حلو قوي قوي قوي، وانا من قلبي بدعي لكم وبتمنى لكم يعني السعادة والهنا والاطمئنان والاستقرار في حياتكم، وان ربنا سبحانه وتعالى يحميكم من اي مشاعر فقدان او مشاعر خسارة في حياتكم، زي ما انا كنت حاسة بمشاعر الفقد والخسارة والوحشة. تخيلوا كده لما يبقى في حد وحشك قوي 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 وما فيش اي حاجة في ايدك ان انت تكلمه او ان انت تبقى معاه، فده من اكتر الحاجات اللي كانت تعباني نفسيا. فأنا بجهز للكلام اللي هقوله، لقيت يعني قعدت فكرت كده وقلت في حيات كل واحد فينا محطات أو مواقف بتغير مسار حياتنا، بتبقى من قوتها، قوة تأثيرها علينا قادرة إنها تغير مسار حياتنا. ولقيتني بكتب ايه المواقف اللي عدت عليا اللي حسيت انها فعلا فعلا اسهمت
في هذا التغيير الكبير قوي 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 في حياتي بشكل عام. طبعا يعني حاجات كتير، لكن لقيتني كتبت 12 موقف او 12 محطة في حياتي. في المحطات دي حصل تحول، عارفين كده زي اللي بيبقى راكب قطر ويخش على تفريعة، يا يكمل في السكة دي يا يلاقي نفسه في سكة تانية، مش شرط انها تكون وحشة على فكرة، بس في تغيير، في تغيير ما في الحياة. فهم 12 محطة او 12 موقف بيمروا في حياتنا اللي ممكن بعدها حياتنا ما بترجعش لسابق عهدها. طبعا انا مش هقدر اتكلم على ال 12 موقف دلوقتي، فانا يعني هتخير كام موقف كده. طبعا الموقف الاولاني او المحطة الاولانية هي الفقدان، اول مرة احس بالاحساس ده كان وانا عندي 5 سنين لما ماتت جدتي ام بابايا. انا طول حياتي ذاكرتي قوية وبفتكر المواقف وبفتكر حتى تفاصيل غريبة في الموقف، تلاقيني فاكرة كنت لابسة ايه، الناس صوتها شكله ايه، المكان كان عامل ازاي، الكلام اللي اتقال، الحاجات دي كلها. فلما جدتي اتوفت هي كانت مريضة وتعبانة، وبعدين في اخر يومين يعني بالظبط، يعني هي طول الوقت عندنا في بيتنا، وفي آخر يومين عمي الكبير أخدها عنده البيت، وفي اليوم اللي هي توفت فيه أنا كنت عند جدتي التانية، فماما بعتت تجيبني من عند جدتي التانية أنا وأخويا وإحنا صغيرين، على أساس إن هي طلبت إن هي تشوفنا. فلما دخلنا لها كانت ساكتة خالص، أعتقد إن هي كانت متوفية بالفعل، لان ما كانش فيه اي نوع من انواع الحركه، وكانوا هما كلهم بيعيطوا. فانا دخلت وحضنتها، وانا فاكره ان انا بقول لها ايه يا تيتا، ردي عليا يا تيتا، وانا فاكره ان هي نايمه. فخدوني على جنب، وماما قالت لي بقى لاول مره الحوار اللي بيحصل لما يعني نحب نعرف طفل من الاطفال ان في حد كبير اتمات. وطبعا الكلام اللي هو تيتا راحت عند ربنا، وتيتا طيبة وهتدخل الجنة وكل الكلام ده. وانا كنت ساعتها بتساءل يعني ليه ربنا ياخدها عنده، ما هي قاعدة معانا، يعني ايه المشكلة انها تفضل معانا؟ ليه راحت عند ربنا؟ راحت عند ربنا فين؟ الجنة دي شكلها ايه؟ الكلام ده كله. اعتقد ان رغم ان انا كنت صغيرة 5 سنين، لكن اعتقد ان كمية الافكار اللي كانت في دماغي كانت كبيرة قوي قوي قوي. حصل برضو في الفترة دي حاجة صعبة جدا جدا، وافتكرتها في وفاة والدي. رحنا عشان ندفن جدتي، وطبعا الرجالة نازلين المقبرة تحت التربة، وانا جريت دخلت في وسطهم وتحت، ونزلت السلم، وعمي يعني بيزعق فيا انت ايه اللي جايبك هنا، اطلعي اطلعي. فبابا خدني، يعني خدني وانا قصيره بقى، فخدني وانا مسكت في رجله، فكان حاطط ايده عليا، انا فاكره كان حاطط ايده عليا، ونزلت تحت، يعني انا كنت تحت معاهم، ومرضاش يخليني اطلع، وما قاليش كده، وقال لي تعالي شوفي هنا بندفن الناس اللي بتموت. وكانت تربتنا جديدة، الكلام ده طبعا من 40 سنة، لان المقابر اللي في القاهرة القديمة كانت اتملت على الاخر، فبابايا واخواته قرروا ان هم يجيبوا مقبرة ليهم بتاعتهم. وشفت تحت المكان اللي بيدفن فيه الستات، والمكان اللي بيدفن فيه الرجالة، ولأول مرة افتكر ان بابا بيشرح لي ان الدفن، وبنحاول نخلي الشخص متجه تجاه القبلة،
وانا قاعده عماله يعني افكر، يعني طب هو راسه ولا رجليه ولا وشه ولا ايه اللي يبقى ناحيه القبله والكلام ده. مر بقى الوقت بسرعه قوي، 40 سنه ووالدي توفى، ولقيتني انا الوحيده من اولاده اللي موجوده. اخواتي الاثنين ما كانواش موجودين، ولدين، وانا اللي قمت بكل حاجه وعملت كل حاجه وكنت موجوده معاه في لحظه وفاته بالفعل. وحتى بعد ما يعني ما حصل الموقف، كلمت دكتور من اصدقائنا وقلت له حصل كذا كذا كذا، ودي الصوت اللي انا سمعته، وده الوضع اللي حصل، ودي النظره اللي كانت على وش بابا، وده الصوت اللي طلع منه، وده الكلام اللي طلع منه. فقال لي سبحان الله، انتي حضرتي لحظه الوفاه نفسها. ودخلت عليه في الغسل بعد ما غسلوه وكفنوه، وكان بس يعني مكشوف وشه، ودعته وداعه الاخير، ونزلت كمان معاهم في التربه. في ناس زعلت وقعدت قالت حرام ومش حرام، وحرام الستات تنزل والكلام ده، وده اللي انت عملتيه ده غلط. انا ما اعرفش، الموقف كان وليد اللحظه، وما يهمنيش اذا كان صح ولا غلط. علاقتي بربنا سبحانه وتعالى علاقه مباشره بيني وبينه، لكن انا كنت معاه وايدي بايدين الرجاله، ونزلناه ودفناه، ولقيت خالي بياخد التراب ويغطيه، فانا كمان عملت زيه واخدت التراب وغطيته وودعته الوداع الاخير، وشفته هو فين وهيكمل فين. عشان كده الفقدان محطة من المحطات القوية قوي في حياتنا، اللي عمر الحياة ما بترجع زي ما كانت، لان في حاجة جوانا احنا بتتغير. في شيء بنفقده، هو ايه؟ اعتقد ده محتاج ادباء عشان يكتبوه ويحللوه، واطباء نفسيين. وفعلا في كتب عن الموت والحداد والمراحل اللي بنخش فيها لما بنفقد شخص عزيز قوي 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 علينا. بيبقى فيه الصدمة، وبيبقى فيه الإنكار، وبيبقى فيه بنعدي بكذا مرحلة لغاية ما نوصل لمرحلة التقبل. والمراحل دي بتبقى قصيرة بتبقى طويلة على حسب كل شخص بيتعامل ويتفاعل مع الموت ازاي. لكن اللي حسيته ان الموت له هالة رهبة، وهو فعلا ميستري. رغم ان كل الاديان اتكلمت عن الموت، وكل الاديان حاولت تقول لنا في ايه بعد كده، لكن محدش عارف فعليا ايه اللي بيحصل بعد ما تغادر الروح الجسد، ويبقى الجسد شوية لحم وبقايا دم وأعضاء وتيشيوز وأنسجة كلام دوا، ويتحط في التربة، وبعد سنوات يتحلل وما يبقالوش أي وجود. إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيشوفه الميت؟ إيه اللي بيحس بيه؟ هل بيحس بيه ولا لأ؟ إيه طبعا في كتب كتيرة وفي حاجات كتيرة، وأنا كنت مهتمة قوي بالموضوع دوا. الناس اللي هي دخلت في تجربة وقالوا انها ماتت وصحيت تاني،
انا مش مؤمنة ان في انسان هيموت فعليا ويصحى تاني. انا مؤمنة ان احنا بندخل في حالة من الغيبوبة، ولكن مخنا بيبقى لسه صاحي ومخنا لسه بيبقى مدرك. فلما بنفوق الناس بتتكلم بقى على الضوء اللي في اخر النفق كأن فيه نور كبير، وان هم شافوا الملائكة، وان هم شافوا حاجات معينة، الله اعلم. ومش ده اللي انا بشغل نفسي بيه. اللي انا دايما اشغل نفسي بيه هو ازاي احول الاحساس الوحش اللي انا حاساه جوايا ده لحاجة كويسة ومفيدة للمتوفي وليا وللناس التانية. لما ماتت جدتي انا حولت ألمي وحزني عليها لفيديوهات اتكلمت على الدروس اللي انا اتعلمتها منها، والكتاب ان شاء الله ينزل قريب. لما توفى والدي لقيتني بعمل نفس الكلام، لقيتني بتكلم على ذكرياتي معاه، لقيتني بتكلم على الحاجات الحلوة الجميلة اللي انا اتعلمتها منه. في ناس بعتت لي، ودي يمكن حصلت كتير قوي، ان الكلام اللي انا كتبته على الفيسبوك عنه خلاهم يحبوه اكتر ويدعوا له ويتمنوا ان هم يشوفوه. انا شفت ناس في حياة بابا انا ما كنتش شفتها قبل كده، من معارفه، من ناس عرفها في مواقف مختلفة. ولما جم يعزوني كنت انا اللي بعزيهم، يعني كانوا منهارين للدرجة اللي مخلياهم خلاص فرفيت، مش قادرين يتملكوا نفسهم. وكل واحد، الناس الكبار يعني بتعيط وبتتحسر على السنين والعلاقة وصدق العلاقة وقوتها ووقفة بابا جنبهم والذكريات الحلوة. والصغيرين بيتحسروا على حنية بابا عليهم وعلى طبطبته عليهم وعلى الدور اللي لعبه في حياتهم. انا لقيت فيه رجالة بتنهار وهي بتكلمني في التليفون او جايين يعزوني انا وماما، وبينهاروا ببكاء يعكس قد ايه الدور اللي لعبه بابا في حياتهم. فلقيت ان احسن حاجة ان احنا نبقي ذكرى هذا الرجل عطرة، ان هو يعلمنا حتى بعد ما راح، ان هو يكون مصدر للحنية حتى بعد ما هو مش موجود، لانه موجود فيا وفي اخيني، وحتى موجود في ماما، وموجود في كل شخص لمس حياته. احنا واحنا ماشيين كده في مسارنا، كل ما بنقابل حد بنلمسه، اللمسة دي بقى بتعمل ايه في الشخص ده؟ يا ترى احنا لمستنا ايه في حياة الناس اللي بتعدي في حياتنا؟ لمستنا شكلها ايه مع جيراننا، مع اولادنا، مع المعارف اللي بنتعرف عليهم، مع قرايبنا؟ دي كلها حاجات الواحد بيفكر فيها لما بيفقد انسان. لو احنا بنحب هذا الشخص ومتعلقين بيه قوي قوي قوي، هتبص تلاقي فيه سيل من الذكريات قاعد عمال يجي، ومواقف قاعدين عمالين نفتكرها مع اننا ما افتكرناهاش بقالنا سنين طويله قوي. لو الشخص ده اثر فينا تاثير وحش، يا ترى فقدانه هيبقى شكله ايه؟ انا افتكر سيده كان جوزها قاسي عليها جدا جدا، لما توفى عملت الشكليات اللي قدام الناس، عملت العزا والكلام ده، وبكت وعيطت والكلام ده، بس كان بعد شهور في لحظة صدق بيني وبينها بقول لها انتي مش مفتقدة. ردت عليا وقالت لي لو المسجون يحن لسجانه انا مش ممكن
احن لهذا الشخص لانه اذاني وجرحني كتير واذاك المستمر يوم ورا يوم يوم ورا يوم، وكانت بتتكلم بمراره وحسره على ان العمر الطويل اللي قضيته معاه ضاع. غير بقى سيدات تانيين لما كنت اسالهم حاسين بايه، لا يطلع كلام في حنيه وفي وحشه، لا ده وحشني قوي، ده حبيبي. والدتي استخدمت كلمه حلوه قوي، بتقولي انت عارفه الطيور جوز العصفوره او مرات العصفور اسمه وليف، الوليف من الالفه، انهم قاعدين مع بعض يولفوا على بعض، حتى ماما كده تقعد تدخل ايديها في بعضها. ف هو ده الاحساس اللي هي كانت حاسه انه ولفها راح. فدي المحطه الاولى اللي انا فكرت فيها. انا فكرت زي ما قلت لكم في 12 محطه تانية على مدار الايام اللي جايه، هكلمكم عن المواقف دي، وياريت كل واحد فيكم كل واحده فيكم تفكر في الموقف ده عدى ازاي في حياتها، مين الناس اللي حياتنا بعد ما فقدناهم ما رجعتش زي الاول، في تغيير حصل، والتغيير ده مع درس، ايه هو الدرس. اعتقد ان دي هتبقى فرصة هايلة ان احنا ندي نفسنا برهة من الزمن، نتفكر في الناس اللي عدوا في حياتنا وفقدناهم. والفقدان مش بس بالموت، هو طبعا بيبقى ده الفقدان المؤكد، لكن لو فقدان ما حصلش بالموت بيبقى فيه احيانا امل، او بيبقى فيه احتمال ان نتلاقى تاني، طريقي يجي في طريق هذا الشخص ونتلاقى تاني. لكن لما يبقى فيه فقدان مؤكد اعتقد ان ده بيبقى التأثير اكبر بكتير قوي قوي قوي. طبعا انا جهزت لبعض الحلقات الجديدة زي ما عملت علمتني جدتي، كنت عايزة اعمل علمني والدي، بس لقيتني دايما لما باجي اعرف نفسي اقول انا ابنة ابي، انا بنت ابويا. طبعا اكيد انا بنت ابويا، لكن التعبير ده في اللغة العربية ابنة ابيها بيبقى بيطلقوه على البنت اللي شبيهة او شديدة الشبه بابوها. وانا فعلا انا في الشبه شبه ابويا، وسماري سمار ابويا، وملامحي ملامحه طبعا واخدة من والدتي ومن عائلة مامتي، لكن التأثير الأكبر على شكلي منهم، من بابا. وأخويا الصغير قال لي كلمة حلوة قوي، بيقول لي انتي واخدة دماغ باباكي وطباع مامتك، خدتي أحسن حاجة من الاتنين. فده خلاني قعدت فكرت، قلت صح، أنا طول حياتي بفكر شبه تفكيره في حياتي العملية. يعني فعلا فعلا اللي تعلمته منه هو اللي أنا بطبقه، وحاجات كتير قوي من اللي أنا بعلمها لكم واللي أنا بقولها لكم اتعلمتها منه هو. طباعي طباع ماما، يمكن طريقة الكلام، التعبيرات الوش أحيانا، طريقة الهزار، الحاجات دي. لكن إزاي بفكر، إزاي بخطط، ازاي برتب، دي حاجات اتعلمتها من بابايا. وكوني كمان ان انا طلعت مهندسة زيه وكنت قاعدة معاه يعني من وانا صغيرة قوي، وكان على طول بياخدني معاه، ورغم ان ماما كانت بتعارض الموضوع ده قوي، لكن لا كان بياخدني معاه. وقعدت وسط المعلمين، ونزلت مواقع وشفته هو بيتكلم مع العمال، وقست معاه ومسكت له المتر، وقعد يشرح لي ده كذا وده كذا،
وشفتوا تعامله وتفاعله مع الناس في شكل احترافي مهني. ففي حاجات كتير قوي انا متأثرة بيه هو، حتى الشياكة والبرفانات والحاجات دي مش من ماما، من بابا. حاجات كتير اخدتها منه وتعلمتها منه، واعتقد ان هيبقى مفيد قوي 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 لو شاركتكم بالحاجات اللي انا اتعلمتها منه. انا عملت مجهود كبير قوي عشان اسجل الفيديو ده، واتمنى انه يكون ان شاء الله تسجيله كويس وما فيهوش اي حاجه وحشه، خصوصا ان انا مش لاقيه المايك بتاعي. لكن صدقوني عشان اقوم والبس واتشيك عشانكم واتكلم، خصوصا ان انا بقى في عزل حقيقي. يعني انا لما رجعت من مصر، رجعت تاني كندا، لازم ادخل في عزل 14 يوم، وعزل very strict. فانا محبوسة في قط النوم بتاعتي، جوزي والولاد برا بيجيبولي الاكل ويسيبوهولي على الباب، وبنقف من ورا الباب نعمل باي باي لبعض. ما قدرتش اسلم عليهم، ما قدرتش احضنهم، لان هو ده الصح. احنا في ظروف صعبة، وانا مش عارفة يعني لا انا لا عايزين نعدي حد ولا حد يعديني، ولا يعني هو ده الصح، ان الواحد لما يجي من سفر يتعزل 14 يوم عشان لو كان حامل العدوى باي شكل من الاشكال ما يأذيش الناس اللي حواليه، حتى لو مش باين عليه اعراض وحتى لو مش حاسس باي حاجة. فده الاحسن، وده اللي احنا قررنا نعمله. فانا حبيسة اوضة نومي، هكلمكم ان شاء الله كل يوم، وهسجل لكم فيديو ان شاء الله الاقي المايك، وهحاول اركز في الحاجات اللي انا وقفتها، لان طبعا الشهرين دول في حاجات كتير قوي 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 في حياتي وقفت. فهرجع شوية شوية on track، واستحملوني، وارجو ان انا ما كنش طولت عليكم. اشوفكم بكرة ان شاء الله.